سيطرة أخرى وفي العاصمة بغداد أيضا وبالقرب من منطقة الشعلة شمالي غربي بغداد. كذلك تعرقل إحدى السيطرات من حركة السير ما تسبب باختناقات مرورية ليضطر السائق للانتظار لساعات طويلة وبهذا الجو الحار. أحد المواطنين صور المقطع التالي ونشره على موقع فيسبوك، دعونا نتابع معا. الله صورها هاي الحالة الطايحة السلام عليكم طلعت ايش بمرح الموظف الصالح I'll be on hold.